مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض شوربة طيبة كتير من المطبخ اللبناني العريق، واللي هي شوربة عدس بحامض. هالشوربة تعتبر من الأطباق اللبنانية التقليدية، وبتشبه لحد كبير الرشتاية وست الزبقي والحراب إصبعه، لكن مع بعض الاختلافات اللي رح نحكي عنها خلال الفيديو. لهيك خلينا نروح مع بعض ونشوف كيف بيتحضر هالطبق الطيب وشو محتاج من مكونات ومقادير. بالبداية محتاجين كوب من العدس البني أو مج منه اللي بنستخدمه عادة بصنع المجدرة، عنا كوب من السبانغ ورق صغير أو ممكن تستعيدوا بالسبانغ بالسلق لو بتحبوا، حبة بصل يابس وسط بهالحجم، 2 قرن فلفل منزوع البذور، 2 بصل أخضر، 2 حبة بطاطا وسط، عصير ليمونة، زيت زيتون، معلقة كبيرة من الملح، 4-5 فصوص من الثوم، نص باقة من الكزبرة الخضراء المفرومة، نص كوب يعني نص كمية العدس من المعكرونة الصغيرة تيجي معنا بهالحجم. وهلأ بنروح على مرحلة التحضير. مثل ما ملاحظين فرمت الخضار عندي، في عندي البصل اليابس قطعته مربعات صغيرة أول نص، وتاني نص عملته جوليان رفيعة حتى نقليه ونزين فيه صحننا بس ينتهي. فرمت البصل الأخضر ونفس الشي الثوم والفلفل الأخضر، والبطاطا قطعتها مربعات بهالشكل. وهلأ بنروح على مرحلة التحضير. بطنجرة على النار بنضيف زيت الزيتون. استخدمت ما يعادل نص كوب من زيت الزيتون، ودايما يفضل انه نحمي الطنجرة قبل ما نضيف اي مادة دهنية عليها حتى ما نخلي زيت الزيتون يحمى معنا. واول شي منباشر بقلي البصل الجوليان، مجرد ما أغرف معنا البصلة هاللون الذهبي الحلو بنقيمة هيك كفاية. هلا بنباشر بإضافة البصل المفروم مربعات، نضيف عليه رشة ملح لنساعد البصل إنه يذبل معنا، يعني نص كمية الملح يعني معلقة صغيرة. بمجرد ما دبلت معنا البصلة بنضيف الثوم، بنقلب. وبس نبلش نشم ريحة الثوم نضيف الفلفل الأخضر، البصل الأخضر الفرمناه ناعم، نقلب. نضيف رشة من الفلفل الأسود، يعني لو فيكم تشموا هالروايح الطيبة اللي طالعة، عنجد خليط الثوم والبصل والفلفل مع زيت الزيتون من أطيب الروائح.
هلا صار وقت البطاطا. غسلت العدس هلا نضيفه. هلا عادة العدس الحامض ما بينضف له معكرونة، بس مجرد بطاطا، بس أنا عندي بالبيت هيك بحبوها، وهذا بيرجع لكم. إذا مو حابين تزيدوا معكرونة فيكم ما تضيفوها. بصدقوني إضافة المعكرونة رح تعطيها بعد تاني، ورح تخلي الصغار يرغبوا إنه يأكلوا هالشوربة. وكلياتنا بنعرف قد ايه العدس مفيد وغني بالحديد، حتى بيحتوي سبحان الله على بروتين نفس بروتين اللحم، ولهيك كتير مهم إنه نضيفه لنظامنا الغذائي. وهلأ مثل ما لاحظتوا كيف بدنا نخلي العدس والبطاطا والمعكرونة كلهم يستووا مع بعض بنفس الطنجرة مثل ما ملاحظين، لحتى ياخدوا طعمة بعض. يعني ما في داعي نسلق المعكرونة لوحدها أو العدس لوحده، لأ هيك كلهم بيستووا مع بعض. وكمان شغلة كتير مهم إنه نحمص العدس مع بقية المواد لحتى نحصل بالنهاية على طعم طيب. وسبحان الله كل ما عطينا الأكل حقه بالتقليب وبالتحميص بيعطينا بالنهاية نتيجة ولا أطيب. ومثل ما لاحظتوا أنا ما ضفت كل مقدار الملح، مجرد معلقة صغيرة لما قليت البصلة، لأنه كلنا بنعرف أنه الملح بيأثر على البقوليات وبيأخر من عملية سواها. وهلا صار وقت نضيف المي المغلية. يعني لحد ما ينغمر تنغمر كل المواد عن نظر، عشان نعطي مجال للمعكرونة انها تستوي على مهلها وتطلع كل المادة النشوية يلي فيها هي والبطاطا. نحرك ونحاول نلم كل المواد اللي على الجنب عشان نكسب كل النكهات الموجودة عنا. بنزيد كمان شوية فلفل أسود. كزبرة خضراء أنا سيضيفها قبل ما نضيف المي، يعني بنحط شي 3 معالق كبار. كتير طيبة الكزبرة معها، بتلبق لها كتير. بنحرك. هلا بالنسبة للثوم والكزبرة، في ناس يعني عندما بدها تستوي الشوربة بضيفوا ثوم وكزبرة بيقلوهم مع بعض وبيحطوهم على الشوربة آخر شيء قبل التقديم، وممكن تضيفوهم مثل ما أنا عملت وبياخذوا النكهات مع بعض. يعني بتستوي الشوربة مع كل المواد اللي فيها. لاحظوا هالألوان، يعني من هلا الشوربه بتشهي. نتركهم يغلوا مع بعض، بنغطيها. وهلا مثل ما ملاحظين كيف الشوربه بلشت تغلي معنا، وبلشت المعكرونه والبطاطا ينفشوا وياخذوا راحتهم. هلا بنغطي ونخليها تكمل سواها. هلا بنشيك. نشوف طبقة البطاطا. المعكرونة كله استوى. تمام، استوت المعكرونة واستوت البطاطا واستوت حبة العدس مثل ما ملاحظين. هلا نضيف الملح
نضيف الليمون آخر شيء، وهي السبانخ نضيفه غلوة واحدة ونطفي تحتها مشان يبقى السبانغ محافظ على قيمته الغذائية. مثل ما بنعرف انه عصير الليمون غني بفيتامين سي، هذا بيساعد جسمنا انه يمتص الحديد الموجود بالسبانغ بالعدس، فمنضيفه اخر شيء. بنحرك وخلص، نطفي تحت الشوربة ومنقدمها. وهيك عدس بحامض او رشتاية او ست سبقي او حراب اصبعه، كل هاي اطباق بتشترك بمكونات وحدة، لكن في اضافات بتختلف من طبق لطبق. فمثلا عدس بحامض ما منضف له معكرونة، واذا ضفنا له معكرونة او عجين بصير رشتاية، واذا ضفنا له لحمة مقلية بصير ست سبقي. وبالنسبة للحراب إصبعه تقريبا نفس التركيبة، لكن ما منضيف لا سبانغ ولا سلق ولا بطاطا، بس مجرد معكرونة أو عجين. وطبعا منحمضه بدبس الرمان أو التمر هندي، مو مثل عصير الليمون اللي ضفناه بالعدس بحامض. وهيك شوربتنا جهزت وحاضرة معنا لمرحلة السكب. وشي مندوق ملحة وحمضة. ممتازة، ما بدها شيء. يعني هذا المقدار بالضبط أخذ معي عصير ليمونة كاملة ومعلقة كبيرة من الملح. وهلأ منسكب. بسم الله. فيكم تتخيلوا معي الروايح الحلوة اللي طالعة، يعني عم بسكبها والشريط من الذكريات الحلوة عم بمر قدامي، عم بتذكر بيتنا والشتاء والسجاد الممدود والصوبيا الشاعلة ولمة العيلة. يعني هاي التفاصيل الصغيرة بنستفقدها هلأ، وهيك أكلات بتخلينا نسترجع هالذكريات الحلوة. عن جد هاي من الأكلات اللي لازم نحافظ عليها ودايما نعملها لإلنا ولولادنا. لاحظوا كيف قوامها، يعني المرأة مسبكة، يعني الشوربة مسبكة وبنفس الوقت مو ناشفة معنا، والسبانغ بقي محافظ على لونه الأخضر الحلو، والبطاطا مستوية، والمعكرونة ما خبصت. هذا هو الشكل النهائي. منزينها بالكزبرة الخضراء وبالبصل المقلي بهالشكل. وبهيك شوربتنا أو العدس بحامض صار جاهز. شوربة طيبة صحية مناسبة لأجواء الشتاء. لاحظوا شكلها شو بشهي. وهلا بدنا ندوق. عن جد رائعة، طيبة كتير. بتمنى عليكم تجربوها وتستمتعوا بطعمها الطيب. ولو عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط زر الجرس لو كنتوا عم تحضروني لأول مرة، ليصلكم كل شي جديد رح نزله إن شاء الله. كل وتهنى وعليكم بألف عافية. باي باي.